منذ عام 2005 وصاحب هذا المصنع الذي تبلغ مساحته 3000 متر والذي يعمل في مجال الأثاث الخشبي يتعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث حصل صاحبه على تمويل يبلغ 250,000 جنيه، فكانت هذه هي البداية والتي كانت انطلاقة له لتوفير فرص عمل للآخرين. وتطور العمل في المصنع مما استوجب التوسع، فوصل التمويل من جهاز تنمية المشروعات إلى 1,000,000 جنيه، فزاد عدد العاملين فيه ل45 عامل بشكل ثابت فضلا عن 15 عاملا بشكل موسمي. احنا سنة 2005 توجهنا لجهاز تنمية المشروعات عشان كنت محتاج ان انا محتاج قرض اكبر بيه، كان عندي زي شغل او حجم شغل اكبر وانا كنت محتاج ان انا اكبر الشغل اللي موجود، فتوجهنا للجهاز واخدنا يعني قرض كبرت بيه الحجم الشغل بتاعي. بعد كده بعد ما اخدنا تريننجز معاهم، اخدنا تدريبات معاهم ليها علاقه بالدهانات دي، فرقت معانا جدا. التريننج ده لما اخدناه احنا اخدناه الاجانب ادوهولنا، كان في اليونان، ده خلانا نعرف ايه الطرق الحديثه في الدهانات وكده، وخلانا حتى قدرنا نصدر لفتره لفرنسا وايطاليا. كل فتره بكبر يعني، حتى كل شويه بنزود عدد العماله. احنا الوقت عندنا 45 عامل ثابت و15 متغير. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة الإسماعيلية دعم الأنشطة الصناعية والثروة الحيوانية والإنتاجية في محافظة الإسماعيلية بواقع حوالي 19,056 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بمبلغ 488 مليون جنيه تقريبا، مما وفر فرص عمل ل 47,116 عاملا. عدد المشروعات الصناعية فقط التي دعمها الجهاز أو مولها 1,308 مشروع بتمويل قدره 62,200,000 جنيه، ووفر فرص عمل ل 6,800 عامل. هذا المصنع الذي يشارك فيه لابن أبيه يصدر منتجاته للخارج بعد أن حصل أصحابه والعاملين فيه على دورات تدريبية من جهاز تنمية المشروعات نمت من قدراتهم، فأخرجوا منتجا عليه شعار صنع في مصر. وهذا هو الهدف، تنمية الإنسان المصري للوصول إلى العالمية. ونروح دلوقتي لنموذج آخر من نماذج دعم المشروعات الصغيرة، المرة دي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم الدعم اللازم لإسلام شربلوصي اللي أسس مصنع لإنتاج الشكاير البلاستيكية المنسوجة، وده بيعكس مدى حرص جهاز التنمية أو جهاز تنمية المشروعات وتشجيعه للصناعة الوطنية وتقليل حجم الاستيراد. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده ونرجع لكم مرة تانية. تدور كل هذه الماكينات من أجل إنتاج شكارة من البلاستيك المنسوج داخل المصنع الذي أسسه إسلام شرباص الذي استفاد من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. البداية كانت مجرد فكرة، توجهت لجهاز المشروعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في البداية عرضوا علي أن أنا أدخل في دورة تدريبية إزاي أقدر أدير مشروعي، إزاي أقدر أنشئ مشروعي، ثم دخلنا في كيف مرحلة التمويل، قدرت أحصل على قرض تقريباً بقيمة 1,000,000 جنيه وزائد 300,000 جنيه قرض خامات. المرحلة اللي بعد كده بدأنا ننشئ المشروع. المشروع ببساطة عبارة عن تحويل مادة البوليبروبيلين عن طريق خط إنتاج بيتحول لبكر، ثم البكر بتخش على مرحلة النسيج، ثم مرحلة النسيج بتحول من قسم التجهيز بتحول لعبارة عن شكارة، الشكارة للدقيق، للقمح، للملح، للسكر، للفحم. توفير فرص العمل من أهم أهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن تدريب العمال وتأهيلهم. كل ما تجيب أكتر كل ما تاخد أكتر بالنسبة للإنتاج، إنما الشغل المعاملة كويسة تمام 100%، ما فيش أي مشاكل، الشغل تمام شغال، إنتاج 100%، جميع الطلبات مطلوبة وجميع المقاسات، والنظام هنا ماشي 10/10. شغال نسيج والمرتب مناسب ليا،
فيمكن احسن مصنع اللي انا اشتغلت فيه ده، وناس هنا كويسه ومعامله حلوه وكلنا اخوات مع بعض. يطمح إسلام أيضا أن ينافس بمنتجه ويضاعف إنتاج مشروعه الذي بدأه بأقل من نصف مليون جنيه، وأصبح الآن يستثمر في نحو 6 ملايين جنيه، فضلا عن المشورة والتدريب والتسويق والمعارض والخدمات التي يوفرها له جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.